السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة، واتفقنا كمان إن سوبر نينو صفحة متنوعة فيها كل اللي يخص البيت المصري. النهاردة يا بنات كنت وعداكم في فيديو قبل كده إن أنا هعمل لكم فيديو عن فونديشن حلو وحلو وتمنه على قد الايد بالنسبه للناس اللي ميزانيتها بتبقى محدوده وعايزه حاجه على قد الايد وحاجه مضمونه برضو. النهارده الفيديو بتاع النهارده جبار بجد، لازم تشوفيه لاخره لانه بجد حلو قوي قوي، اوعي يفوتك. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. الفونديشن بتاعي اسمه توناكو، ده شكله اهو، بصوا توناكو ده منتج كوري، الحجم بتاعه حوالي 30 ملي، دي المواصفات بتاعته، مصرح من وزارة الصحة، مفيش اي قلق منه. عايزة اقولي كمان ان هو بيقعد معاكي 3 سنين، مدة صلاحيته 3 سنين، تمام. ده منتج كوري مش منتج مصري، فيه منه كمان بالخوخ، ده بالالوفيرا، ده مصنوع بالالوفيرا، 99% منه بالالوفيرا. عايز اقولك ان هو كمان فونديشن وان هو كمان واقي من اشاعة الشمس. طيب نتكلم بقى عن مميزاته. اولا الفونديشن بتاعي ده الملمس بتاعه ناعم فسهل الفرد، ما بيكلكعش، ما بيحبحبش، بيتفرد معايا بسهولة، ما بيجيرش معايا، دي ميزة مميزة. تاني حاجة بيستخدم كمرطب، مرطب للبشرة، لو ما عندكيش مرطب ممكن تستخدميه كمرطب للبشرة. تالت حاجة ريحته حلوة، ان انت ممكن تستخدميه اللي هو ما بيعملش ريحة اشمئزاز او ان انت تقرفي منه او ريحته اوفر، لا ريحته حلوة جدا. رابع حاجة كمان ان هو بيساعد على ازالة الدهون او الزيوت اللي في البشرة، يعني لو بشرتك الدهنية بتفرز دهون او زيوت بيمتصها وبيساعد على ازالتها، طول ما هو ثابت على وشك بيساعد على ازالة الدهون، فحلو قوي للبشرة الدهنية، حلو جدا، ينفع مع جميع البشرات الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة، ما فيش اي قلق منه ولا في اي مشاكل فيه. ما بيعملش حبوب تحت الجلد، ما بيأثرش على الوش، بيخفي العيوب، حلو قوي من غير بودر. لو هتستخدميه فونديشن كده مش هتخدش بودر، حلو قوي. عايزه اقول لك كمان ان الميزه اللي حلوه فيه ان هو كمان واقي من اشاعه الشمس، يعني لو انت نازله ومش بتحبي تحطي ميك اب وعايزه تروحي شغلك او تروحي الكليه بتاعتك، هو بيعمل قواقي من اشاعه الشمس، ان انت يا دوبك تحطي طبقه على وشك منها هتفتح معاكي الوش وهتدي معاكي الوش تفتيح، وفي نفس الوقت هتعمل طبقه عازله ضد اشاعه الشمس زي اكنه سان بلوك، بيساعد على الوقاية من اشعة الشمس، فبالتالي جلدك مش هيسمر او بشرتك مش هتسمر. وكمان احلى حاجة فيه برضو اللي عجباني قوي ان هو ما بيقفلش المسام، يعني ما فيش اي قلق منه، ولا هيصغر المسام ولا هيكبرها ولا هيقفلها ولا هيفتحها، ملهوش دعوة بالمسام، ما بيقفلش المسام خالص. حلو قوي يا بنات بجد، حلو حلو، يعني من الفونديشنات اللي بجد يعني هو من، يعني عايزه اقولك ان هو ممكن مش من البراندات ومش مشهور قوي، مع ان المكياج الكوري تحفه جدا، لو انت بتابعي المكياج بتاع الكوريين بتحسي انه هادي كده وحلو كده، حاجه حلوه قوي. بس ده رغم ان هو ممكن ناس كتير ما تعرفوش، عايزه اقولك ان هو تحفه تحفه في الاستعمال ويستاهل التجربه. كمان تمنه بقى هو اللي مفاجاه بجد، ده بقى يا بنات تمنه 7.5 جنيه، اقصى حاجه 10 جنيه. ده متوفر عند مستحضرات التجميل، ده شكله من جوه برضو اهو، شكله مش تبقى عارفه شكله اهو. عايزه اقولك ان هو حلو قوي في الاستخدام، بصي بيتفرد بكل سهوله، ما بيكلكعش، فيش اي كلكع منه، بصي بكل سهوله بتتفرد ازاي، ما عملش املس معاكي، بيتفرد بسهوله. بصي حتى بايديا قدرت ان انا افرده، ما عملش معايا بقى ولا كلكع ولا ان هو جير معايا، لا يا بنات حلو قوي 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 في الاستخدام، ما بيعملش حبوب تحت الجلد، ما فيش اي اضرار منه، ريحته حلوه. عايزه اقول لك كمان ان هو بيخفي العيوب، مميزاته كتير جدا جدا،
بجد حلو حلو حلو. وبعدين احلى حاجه فيه ان هو على قد الايد بالنسبه للناس اللي ميزانيتها مش سامحه ان هي تجيب حاجه غاليه، فده على قد الايد، مفيش ارخص من كده. مش هتلاقي كريب اساس فيه كل المميزات دي وارخص من كده. بجد يا بنات تحفه تحفه تحفه. حتى الناس اللي مش بتحب تحط ميك اب ممكن تدهن منه، هيفتح معاها وشها وفي نفس الوقت هيبقى واقي من اشعه الشمس. ممكن تستخدميه في البيت لو ما بتحبيش تحطي ميك اب في الشمس، ممكن تستخدميه في البيت هيبقى تحفه برضو كمرطب. يعني عايز اقولك ان هو في مميزات كتير قوي قوي، يعني بجد حلو حلو حلو. جربيه، ده كانت تجربتي معاه مع توناكو ده الكوري، بجد يستاهل التجربة. لو انا كانينو هجيبه تاني انا اشتريه تاني. يعني بجد حلو قوي. مش شايفة ان هو في اي مشكلة او ان هو ما يستاهلش ان انا اشتريه، لا يستاهل بصراحة. بجد حلو يا بنات، وكفايه ان كمان تمنه على قد الايد. مش لازم ان الحاجه الرخيصه تبقى مش حلوه، لا في حاجات كتير رخيصه فمظلومه يعني. فانا بحاول زي ما اتفقنا ان انا اجيب لكم الحاجات الرخيصه المتجربه المضمونه، بدل ما بنروح ندفع فلوس في حاجات غاليه قوي برضو ساعات بتطلع مش قد كده وبنندم ان احنا جبناها. فكل الفيديوهات اللي هنزلها لكم هتبقى متجربه قبل ما انزلها لكم، مضمونه 100%. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا ريت تسيبوا لي رايكم في الكومنتات والناس اللي جربته وتقول لنا رايها. حتى لو رايك ان هو مش حلو او عندك راي مخالف رايي مفيش اي مشكله، قولي لي رايك برضو. احنا كلنا هدف الصفحه ان احنا كلنا نفيد بعض وندي بعض نصايح ونعرف بعض الحلو من الوحش. ولو حابين نتكلم في اي موضوع في اي فيديو يا ريت تسيبهولي عشان نحضره سوا. وعايزه بنات منكم دعم كده عشان استمر، عشان احس ان مجهودي يعني ما بيروحش في الارض، فيا ريت تدوني باور كده وتدوني دعم عشان احس ان انا قادره ان انا افيدكم واقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. واستنوني في فيديو جديد.